نادي الهلال الصف الثاني اللي موجود لا يفرق كثير عن الصف الأول اللي بيلعب أساسي، وهذه ميزة الهلال عن الأندية كلها، وعشان كده الهلال مستمر في البطولات، إنه البديل دائما لما ينزل بيعمل فارق. فالهلال في ما عنده هذه الصعوبة اللي الناس بتتصورها، إنه عنده إصابات. صحيح الإصابات مؤثرة، بدل ما يكون الأداء 10 من 10 حيكون الأداء 8.5 إلى 9 من 10 بالاحتياطي. فالأمور هذه لما تقال في الإعلام ولا تقال في المدرج توصل للاعبين، وهذه تدي حافز سيء، أو ما تدي حافز للاعب إن البديل إن هو ممكن يلعب لنادي الهلال. وهذا خطأ، وهذا دور الإدارة ودور رئيس النادي إنه يجدد الثقة في اللاعب الكل. أي لاعب الهلال، المقولة دائما تقال الهلال بما حضر، يعني وأي فريق بمن حضر، لأنه كرة القدم فيها توقيف، فيها إصابات، فيها غياب لاعب. ما يغيب لاعب أو لاعبين معناه الفريق انهار. يجب أن نحافظ على هذا المعنويات في درجة عالية عند جميع اللاعبين من الاحتياط إلى الأساسي. وهذا كلام اللي انت كنت بتقوله على كلام اللي كان المؤتمر حق غورغولا الامس اللي بيتكلم فيه، بيقول الشغف راح من اللعيبه بسبب كثر المباريات وكثر البطولات والفوز. فبعض اللاعب يقول لك خلاص انا جبت هذا وحصلت هذا وحصلت على البطوله دي وحصلت. لا، هو ما هي لعبه كره قدم للتسليه لك. النادي بيدفع لك مقابل عمل، هذا عمل وليس تسلية، لأن النادي من فوزك ومن بطولتك ومن نجاحك بيأثر على دخل النادي في الرعايات، في بيع المقتنيات النادي، في التيشيرتات. هذا كلها دخل. هناك الأندية عايشة متخصصة في الدخل، فأنت إذا راح منك الشغف معناته حتفقدني انا، حضر النادي كنادي. فهو يبغى اللاعب ينزل كوظيفه وعنده شغف انه يفوز. يقول لك احنا بنتدرب كويس واللعيبه بيأدوا، لكن ما في الشغف. والشغف انك انت ما تحب الهزيمه، تحب الفوز، لازم انك تلعب للفوز. ف ما ادري الصوت راح ولا لا. معك بركان، معك. أنا شايف القطع عندي الصوت عندك. لا أنا معك. فهد بن نافل ولا إدارة الهلال مثلا في فهد المفرج ولا دا، عندهم خبرة كبيرة في هذه الأمور. ودائما الهلال أي فريق تغاب منه العناصر اللي موجودة في الهلال كان انهار الفريق، لأنه في عناصر أساسية عنده له. والحرم اخبار جيه يعني ساره انه سلمان الفرج اليوم دخل في التمارين الجماعيه، يعني خلال الاسبوعين الثلاثه هذه حيرجعوا تقريبا اغلب المصابين، وحيكون الهلال في وضع مطمن، وما يخافوا الهلاليه في المشاركات الدوليه. دائما لعيبه الهلال لهم بصمه كبيره في اي بطوله يخشوها.